يقول أيضا هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟ لا بأس بذلك، لا بأس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا، نعم. لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن فهو ذكر، نعم. ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح قال كان الرسول يذكر الله على كل أحيانه، هذا يعم كونه واقفا أو جالسا أو مضطجعا، النصوص تعم ذلك، نعم.